سيدنا عيدكم مبارك سعيد، ونتمنى من الله الأمة الإسلامية تكون بخير والسلامة والعافية. سيدي عيد مبارك سعيد لجميع الأمة الإسلامية، وهذا النهار راه نهار تيبقى مشهود وعظيم وكبير، وخصنا نكثروا في الحمد كيف قال الفقيه لا إله إلا الله وفي الحمد لله. وهذا النهار هذا العلامة ديالو هو الفرح والسرور، وكامل الناس الحمد لله شتي كاع اللي بعيد ولا قريب وكل شيء، ولينا تنشوف من العيد للعيد تنتشافوا كاملين وتنحيوا الرحيم وصلات الرحيم كاملين. والحمد لله شفنا الوجوه اللي شحال هذه ما شفناها، وهذا هو المبتغى وهذا هو الهدف، واننا تشوفنا كاملين وشحال هذه كاين اللي ما شفناش عام ولا اكثر من عام كاع، والحمد لله هذا هو الاساس. مولانا يشافيه من كل ضر الله يحفظه، ما حفظ الله لسان ما بين الاسنان، هو ومولاي الحسن ومولاي رشيد ومولاي اسماعيل، وإيماننا وإسلامنا وعلى يعطينا فتان. الله ينصر سيدنا محمد السادس ومولاي الحسن ومولاي رشيد. الله ينصر سيدنا محمد السادس، الله يجمع السم الجميع، الله يجعله خيطها ساعة الله بالله والنبي والقرآن والصحراء المغربية. أبشركم مبروكة بكل ما تمنى وحياة الطاعة والرضا، الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة وعلى سيدنا الله ينصره. عيد المبارك سعيد، الله يطول عمر سيدنا ويوعدنا في البركة ويطول عمره، والله يسلك ما تبقى على خير، والسلام عليكم ورحمة الله، وعيد المبارك سعيد. الله سبحانه وتعالى يتقبل من الجميع، ورمضان عيد مبارك سعيد، والله يتقبل من الجميع، والحمد لله على كل ما داز، والله يتقبل من الناس القيام والقيام والصيام، ولله الحمد ولله الحمد على كل شيء. وتنقولوا لأهل التفيلات الحمد لله عيدكم مبروك، وخاصة أبو عام وعامة تفيلات وعامة المغرب كامل، الله يتقبل منا جميعا.